السلام عليكم مشاهدي قناة تكنو الكرام. كثير من الناس يقلل من أهمية التجارب البسيطة ويعتقد أنها للترفيه وليست ذات فائدة، لذلك سنقدم لكم اليوم مجموعة جديدة من التجارب العلمية، والتي بالرغم من بساطتها فإن تفسيرها يحتاج لمعرفة الكثير من القوانين العلمية والفيزيائية. تجربة تجميد الماء في لحظة. لهذه التجربة سنضع قنينة مياه نظيفة في دلو، ونضع عليها 3 كيلوغرامات من الثلج ونصف كيلوغرام من الملح، أو يمكن ببساطة وضع القنينة في المبرد لمدة 2:45 دقيقة، بعد ذلك أخرج القنينة برفق دون أن ترجها، والآن وبضربة واحدة بيدك سيتحول الماء في القنينة إلى ثلج في الحال، وإذا صببت هذا الماء على ثلج كما تشاهد في هذا الفيديو سيتجمد أيضا على الفور، وإذا وضعت مكعب ثلج في هذا الماء سيتجمد أيضا. هذه الظاهرة تسمى التبريد الفائق، وهي تحدث عندما لا يكون هناك شوائب في الماء، فالشوائب تعيق تبلور جزيئات المياه الباردة عندما تلامس سطح الثلج. تجربة السهم المعكوس. لهذه التجربة ستحتاج لكوب زجاجي فارغ، وورقة من الورق المقوى مرسوم عليها سهمين، وقليل من الماء. ضع الورقة خلف الكوب بحيث يمكن رؤية الأسهم بوضوح. الآن صب الماء فوق الكوب، وستلاحظ أن الأسهم بدأت تتحول للاتجاه المعاكس. في هذه التجربة يمر الضوء عبر الهواء، ثم من خلال الزجاج، ثم من خلال المياه، ومن خلال الجدار الأمامي للكوب، ومرة أخرى من الهواء. الكوب المملوء بالماء يعمل كعدسة مكبرة، يمر الضوء من مركزها وينكسر، نتيجة لذلك يظهر السهم عكس الاتجاه. تجربة الماء الساخن والبارد. من أجل هذه التجربة استخدم كوبين متطابقين، في الأول صب ماء ساخن مصبوغ بصبغة صفراء، وفي الثاني ماء بارد ممزوج باللون الأزرق. غطي الكوب الذي يحتوي على الماء البارد بقطعة من البلاستيك أو بطاقة عمل، وضع الكوب معكوسا على الكوب الذي يحتوي على الماء الساخن. اسحب البطاقة قليلا ببطء، وستلاحظ أن المياه بدأت تبدل أماكنها دون أن تختلط، والسبب في ذلك هو أن الماء الساخن أقل كثافة من الماء البارد. تجربة الماء المتوهج. لهذه التجربة ستحتاج لبضعة أقلام ميركل وكوبين من الماء ومصباح أشعة فوق البنفسجية. أخرج أنابيب الحبر من الأقلام وضعها في الأكواب لمدة 30 دقيقة، أو يمكنك استخدام المياه الغازية فقط دون الحاجة لأي إضافات، وبعد ذلك سلط ضوء مصباح الأشعة فوق البنفسجية في غرفة مظلمة، وستقوم هذه الأشعة بتنشيط عنصر الفسفور الموجود في الأقلام والمياه الغازية، وبالتالي ستتوهج المياه. تأثير ليدن فورست. تأثير ليدن فورست يمكن ملاحظته عندما يتصادم الماء مع سطح درجة حرارته أعلى بكثير من نقطة الغليان، فعند تسخين المقلاة إلى 190 درجة وتقطير الماء عليها، فمن المذهل أن الماء لن يتبخر، ولكنه سوف يتحرك على السطح مثل الزيت، والسبب في ذلك هو تكون طبقة عازلة من البخار تمنع السائل من التبخر بسرعة. في النهاية نشكركم على المشاهدة متابعينا الكرام، وإذا كنتم ترغبون في قراءة المقال الخاص بالفيديو أو فيديوهات التجارب الأخرى على مدونة فكرة التابعة للقناة، ستجدون الرابط في الوصف أسفل الفيديو.